حرام عليك، ضيعت عليا لحظة ما بتتكررش إلا كل أسبوعين. إيه الغباوة دي؟ ما تستناها كمان أسبوعين. ولا أنت لازم تصدقني، عشان أنت لو ما صدقتنيش أنا وأنت هنضيع. لا يا حبيبي، أنت كده كده ضايع، إنما أنا حلو وزي الفل. أنا اتخطفت أهي. واضح إنها وسعت منك حبتين يا معلم. واد مين اللي أنت خطفته ده؟ ما هو ملقح قدام اهو. شوف بقى مين اللي انت خطفته يا راجل يا خبوق. هو انت بتكلم مين يا بابا؟ ده واحد صاحبي بيني وبينه شغل، وبيقول لي انه خطفك وعاوزني ارجع الفلوس اللي عندي. انا رجع الفلوس قال ما يعرفش ان انا ممكن الفك لفه هدايا واديك لحد عنده. سمعتني يا خبوق؟ ربنا يعمر بيتك يا عم ابو النجوم، ربنا يعمر بيتك يا رب. صدقت دلوقت؟ شكلك كده بتقول الحقيقة يا بابا. مش شكلي، أنا فعلا بقول الحقيقة، ولازم نتصرف بسرعة. خلاص اقعد. طب هو أنت بعد 10 سنين يالا يا بمبا، أمك عقلت؟ الحمد لله بقت زي الفل. طب قول والله بقت زي الفل. بالنسبة لدلوقتي بقت زي الفل طبعا. مستحيل. مستحيل يكون عالم كتب كل نظرياته صح. أكيد في نظرية جلت منه في النص، وأكيد بقى أينشتاين جلت منه نظرية التلاشي دي. يا رب يا رب تكون نظرية التلاشي دي. أهو يا معلم سكران، أهو تف من بقك، ما مربوط قدامنا أهو. يا سلام، وأنت عايزني بقى أكذب أبوه اللي هو بيقول لي إن هو عنده، وأصدقك أنت؟ بقول لك إيه، أبوه بيهبط في أي حاجة، ما هو مربوط قدام عينينا أهو. خلاص يبقى إحنا نسأله. السلام عليكم. عليكم السلام. هو أنت مخطوف عندنا ولا أنت عند أبوك؟ لا يا عم أنا عند أبويا. أها، أكذب ده كمان؟ لا يا معلم سكران، تكذب إيه؟ يبقى ده قرينه وأنا مصطول وخربان. لا يبقى أنت تطلع بقى تأمن لي الدنيا بره وتبطل المخروب اللي بتشربه ده. عندك حق، أنا لازم أبطل. شغل واحد معايا اغبى مني انت. انت ابوك بيشتغلني ليه؟ ولا هو فاكرني سكران؟ لا لا لا، معاش ولا كان يا معلم سكران اللي يقول عليك سكران. امال بيقول عليا سكران ليه؟ مش انت سكران؟ قصدي يا معلم غير البلطجيه من بعض. بقول لك ايه، انا عندي حته فكره بمليون جنيه. لا انت تقول الفكره وانا اللي اتمنها. ماشي يا معلم، انا عندي ليك حته فكره بس انت بقى اللي هتتمنها. طب ما تقول فكره بمليون جنيه واخلص. انا قلت لك اتقمصت. ايه ده، انا قلت كده؟ والله معلش. بص يا سيدي الناس، انت هتفكني دلوقتي وانا هطلع اخطف اي ميكروباص معدي من هنا، اروح لحد ابويا اعرف الموضوع منه بالظبط، وارجع تاني على هنا انقل لك التفاصيل كلها بالحرف.